قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدرس أو سيقيم فكرة زيارته لواشنطن في ظل الانتقادات التي يتعرض لها هناك بسبب العملية العسكرية في سوريا. يأتي ذلك فيما يصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى تركيا على رأس وفد أمريكي لعقد مباحثات مع المسؤولين الأتراك بشأن العملية العسكرية في سوريا في ظل عقوبات أمريكية على مسؤولين أتراك.